مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير البيكي فور للعيد. ان شاء الله كل عيد وانتو الجميع سالمين يا رب. بدنا نعمل البيكي فور بطريقه كتير سهله وناجحه من اول تجربه، وعجينه كتير طيبه بتفتفت. شايفين شكل كتير طيب ورائع. ناجحين من اول تجربة ان شاء الله اذا جربتوا تعملوهن. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا 3 معالق طعام زبدة، 120 جرام زبدة، ملعتين طعام كاكاو، بدنا نستعمل فانيلا، كوب ونص طحين، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة، 3 ارباع الكوب سكر بودرة وبيضة. بنحط الزبدة بالعجانة، بخلطهم، بحط السكر والبودرة، بحط فوقنا الملح والبيكنج باودر، بحط نص ملعقة صغيرة فانيلا باودر أو سائلي ما في مشكلة، ملعقتين طعم كاكاو، البيضة، بخلطهم مع بعض. بس خلطناهن منيح، هلأ بحط فوقنا طحين، بس نخلط عنا الخليط منيح. هلأ بدنا نحطهم بكيس الكريمة. بعد ما حطيتهم بكيس الكريمة بحطهم على ورق الزبدة، وكمان عم حمل الفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل. رح أعملهم أصابع هيك صغيرة بهيدا الشيب. ببعدهم عن بعض، وكمان بعملهم نفس الحجم تقريبا، قد ما فيني بحاول اعملهم نفس الحجم. بعد ما حطيتهم على الصينية بهيدا الشكل هلأ بدخلهم على الفرن. رح اعمل شكل كمان حلو، شكل وردي. بيصير عنا شكلين من البيتي فور بهيدا الشكل الحلو والرائع. هول البيتي فور اخدوا عندي بالفرن 7 دقايق، اكيد حسب كل فرن. ممكن تفتحوا الفرن وتشيكوا عليهم اذا استووا ام لا، وبترجعوا بتسكروا بتكفوا طبخهم، ما في مشكلة ابدا. كفي الكمية الباقية عنا، برجع بكفي أنا وياكم التزيين. بعد ما تأكدت إنه البيتي فور برد منيح، هلأ بدي زين أنا وياكم. عنا هوني سبرينكلز على شوكولاه، كمان سبرينكلز ملون، فستق حلبي ناعم، شوكولاه ملكة شوكولات، وشوكولاه بيضة، ومربى الفريز. ممكن التزيين حسب الرغبة، انتو مثل ما بتحبوا بتزينوا، اذا بدكن تتركون زي ما هني كتير كتير طيبين. لنبلش بالتزيين.
شوية فستق حلبي، بحطها على الشبك. زين وحدة كمان من هولي، شوية شوكولا، المربى. شو بنعمل؟ منشيل المربى شي بسيط، بهيدا الشكل بنضغطهم مع بعض، بنغطهم بالشوكولاته. بعدين بأي شي، ممكن فستق حلبي، ممكن هول الشوكولا، أي شي انتو بتحبوا تغطوا فيه. بهيدي طريقة. كمان فينا شوكولا، إذا حبيتوا تشكلوا كمان بهيدي الطريقة، بالملعقة شي بسيط لاين خفيف. هول البيتي فور اللي عملتن أنا وياكن للعيد، إن شاء الله كل عيد والأم العربية كلها سالمة يا رب. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.